نبدأ اليوم تحليلاتنا المسائية وسلطنتنا اليوم على سهم طيبة. طيبة أحبتي غير أنه عنده محفز موضوع العمرة وما العمرة وأحد الشركات المستفيدة من هذا الموضوع، أيضا عنده خبر اندماجه مع سهم دور، ويمكن يكون هذا الأهم تقريبا. وعلى العموم فكرة الاندماج أو أخبار الاندماجات في حد ذاتها لما تنسمع هي تعتبر أخبار جيدة. دائما الاتحاد قوة، يعني لما تكون شركتين وضعها ممتاز ماليا، يعني كل شركة شايلة نفسها ويقرروا يندمجوا مع بعض، دائما تأخذ هذه الأخبار على أنها أخبار جيدة. ولكن ليست أخبار جيدة للمضارب، هي أخبار جيدة أو توحي بمستقبل جيد للشركة أو للشركتين اللي تبغى تندمج. فطبعا نحن الآن نعرف أن شركة طيبة هي صاحبة رأس المال الأكبر، فغالبا في عملية الاندماج دائما رأس المال الأكبر لما يندمج مع شركة رأس مالها أصغر، فالتوقع للمستقبل أن يكون الشارت لمين؟ أن يكون الشارت المتبقي في السوق هو شارت الشركة الأكبر. أما الشركة الأصغر معناه مستقبل الرسم البياني حقها راح يكون إيش؟ خلاص يعني في المجهول، يعني انتهى، او خلي نقول بح انتهى. فطيبة تحتاج الى رؤية استراتيجية نقرأ فيها الرسم البياني التاريخي، ونحاول نشوف ماذا تملك الشركة من مقومات فنية، ولو حصلت الاخبار مستقبلا وتم الاندماج وكيف نحن نشوف سهم طيبة اساسا، كيف نقرأه فنيا، وهل يخبي لنا شيء حلو، ولو خبالنا شيء حلو ما هي القواعد أو ما هي المقاومات اللي في حال اختراقها نستطيع من بعدها أن يعني إننا نتعامل مع السهم على أساس أنه إيجابي صاعد وممكن يكون سبب من أسباب إن شاء الله نمو المحفظة أو الاستفادة منه على المدى المتوسط والبعيد. نبدأ على بركة الله ونسلطن زي ما سلطنا على مكة أمس، نسلطن على سهم طيبة ونعيد تحليلنا الطيبة من جديد تحليل استراتيجي. كالعادة نبدأ بالشارت التاريخي اللي من عام 2006 إلى عام 2021. هذا هو أحبتي كما تشاهدون، هو الرسم، هو خط أو هذا هو الرسم البياني لشركة طيبة. ماذا يخبي لنا هذا الشارت الشهري؟ أول شيء نسويه نستخدم الفيبوناتشي ونشوف موقع طيبة داخل الفيبوناتشي التاريخي الحالي أو السعر الحالي مقابل حركة الفيبو التاريخية. ما شاء الله تبارك الله، أعلى قمة سجلها طيبة تاريخيا كانت عند مستويات 77 ريال. أدنى مستوى تاريخي حققه طيبة بعد نزوله من 77 في 2006 كان مستوى 13.75 في الأزمة المالية العالمية في عام 2008. طيب لما أجي أتأمل في الشارت أجد طيبة ما شاء الله تبارك الله بعد أزمة كورونا عادت بسرعة فوق أول 23 فيبو كانت مخترقة في عام 2019. يعني أو لو تلاحظوا في عام 2019 كان دائما يسبح طيبة عند هذا الدعم الرئيسي 28.70 مع متوسط 200 على الشهر. لما جاءت أزمة كورونا كسر طبعا طيبة الدعم الرئيسي، وزيه زي أي سهم في السوق تعرض إلى أزمة فنية، لأنه تعرف الأوضاع وقتها كانت أوضاع كلها سيئة، وكان السوق أشبه بعملية انهيار نفسي أثر طبعا وأخرج كثير من الشركات من النطاق الإيجابي. لكن نلاحظ أنه سهم طيبة تقريبا بعد أزمة كورونا شهر شهرين استطاع العودة والتمركز فوق 28.70. وطبعا أنت لما بتنظر لتمركز السهم فوق 28.70 وتقعد تتوقع أنه لو تحرك طيبة فين أهم أهدافه مستقبلا على 38 فيبو، تجد أن منطقة 38 فيبو قريبة 38 ريال. تعالوا نشوف أيضا حاجة تانية. إحنا الآن عرفنا الفيبو إنه من فوق 28.70
أبعادل 38 كم ريال؟ 10 ريال تقريبا، أو 10 ريال إلا 75 هللة إلى 38. بس طيبة وهو طالع نحو 38 واجه عقبات. إيش هي العقبات اللي واضحة في الرسم البياني؟ واجه تقريبا المتوسطات الشهرية. أول شيء طبعا تمكن من التمركز فوق 200، وهذا كان شيء طيب. ثم بعد ذلك استطاع أن يدخل في مغامرة اختبار متوسط 50، ونجح ما شاء الله في اختراقه. ولي تحليل قديم سابق على الفاصل، على الفترة الزمنية ديك، وتفاعلنا كثير لما طيبة عدى 32، قلنا شوفوا اخترق متوسط 50، والحمد لله وكشف 100 وطلع الطيبة زي ما انتم شايفين وضرب 100. وكان الكلام دا قبل شهرين، وعلى وجه التحديد في شهر 5. بعدين طيبة هدى اللعب ونزل، وزي ما انتم شايفين سجل الأدنى 32-20. وكنا نعتقد في أسوأ الظروف أنه حتى لو يبغى ينزل، أهم دعم هو متوسط 50 على الشهري 31-45. لكن ما شاء الله طيبة وقف هنا. طيب ليش وقف هنا؟ نشوف هل يوجد دعوم أخرى. نجي الآن نستخدم أسلوب الدعوم والمقاومات التاريخية. طبعا نجي عند المنطقة دي، لو نلاحظ هنا والله عندنا مطب. هذا المطب هو قاع في 2016 فرعي. لاحظوا طيبة لما كان في عام 2019 أسس قاع وطلع، وترسم وقتها ترند صاعد في تلك الحقبة الزمنية، دفع طيبة للوصول حتى مناطق قريب 47 ريال. شوفوا هذه المنطقة، عشان كده أنا سحبت خط عرضي منها. لما جيت طليت الآن في شرط طيبة، وجدت أنه سبحان الله طيبة غير الموضوع متوسط 50، فعلا كان هذا الخط مهم بالنسبة لطيبة. طيبة لما نجح في شهر 4 أو تخطاه في إبريل، هو اللي ساعده على اختراق 50. الآن لاحظوا متوسط 50 يتوافق تماما مع هذا الدعم. وهذا أين يقرأ أحبتي؟ 31-45. يعني لو جاء واحد قال لي يا أبو محمود أنا إنسان أبغى أدخل طيبة، فين تجد خلال المرحلة دي أهم دعم استراتيجي؟ إيش نقول له؟ 31-45. اليوم السهم يتداول عند 33-40، يعني أنا تقريباً بيني وبينه ريال و95. هذا الدعم الاستراتيجي. طيب ليش يا أبو محمود ما راح السهم مع عملية الضغط؟ في مطب تاني؟ نعم. يلاحظ هنا في عام 2017 لما نزل حاول السهم يرتد عند 32-70، ونضع دائرة محل الدعم ده. لذلك من هنا أخذنا الخط الاستراتيجي الثاني الفرعي. هذا الطيبة إلى الآن هذا يقرأ عند 32-70، ما شاء الله. هذا الطيبة الآن قفل فوقه من شهرين. يعني قبل أنا ما أفكر ب 31-45 أقدر أعتمد بعد الله على أساس أنه عندي دعم حلو عند 32-70. يعني اللي أخذوا عند 32-70 جاء الطيبة كسروا أثناء الجلسة ونزل 32-20، لكن شوفوا على طول رجع. إيش اللي خلى الطيبة يتحمس يرجع؟ ترى اللي خلاه يرجع أكثر ما أنه ينزل لأنه عنده إغلاقات كانت رئيسية. ولو نبغى نعتمد على وقف الخسارة عند 32-70 على الشهري، فحنقول بالإغلاق. طيب الآن اقترب من إغلاق شهر 7، وإيش؟ وهو ما شاء الله فوق 32-70. فكده أنا الآن أخذت معلومتين حلوة. أخذت إنه 32-70 دعم، وأخذت معلومة إنه 31-45 دعم. لذلك سأعتبر 32-70 دعم رئيسي أول، ومنطقة 31-45 دعم رئيسي ثاني. والسهم في نظري إيش؟ حلو، إيجابي، صاعد، داخل مسار، زي موضوع مكة أمس. لو رسمنا ترند الآن لنأكد كلامنا ده، نجد إنه حتى طيبة لما حاول إنه يرتد، ترى هو برضو حافظ على المسار زي ما أنتوا شايفين، حافظ على المسار. وهذا أكد لنا الآن أهمية الـ 32-70.
على الفاصل اليومي، فيصبح 32-70 دعم مضاربي، وال 31-45 هي الدعم الرئيسي اللي يؤكد سلبية طيبة. ليش يؤكد سلبيتها؟ لو كسرت معناه حيكسر الخمسين، حيكسر الخط الاستراتيجي الثاني، وحيكون أقرب للخروج من المسار. لو كسر 32-70 حيجيني واحد يقول لي طيب حيبان عندك مكسورة الترند، أقول له لا، هذا التحليل شهري، ممكن يكون شمعة الوتد هناك ويرجع الطيبة يقفل فوق 32-70. فإن تعتبر 32-70 دعم مضاربي، 31-45 دعم استراتيجي، وإن شاء الله بإذن الله إننا نحن أقرب إلى إيش؟ أقرب إلى الصعود من الهبوط، لأن السهم لو كان يبغى ينزل كان نزل، ما شاء الله الآن مستقر، ونحن الآن أمامنا محفزات، فالتفاؤل هو الصعود. طيب هل سعر طيبة يا أبو محمود استراتيجيا الآن لو بدي أستعجل في الدخول زي عملية الدخول في مكة أمس، إني أحط كمية وإذا انضغط أزودها؟ نعم، إذا أردت الدخول بشكل استراتيجي فطيبة يكفيك إنه فوق 33 على النظرية، يكفيك إنه فوق 32-70، وهذه أرقام تعتبر دعوم قريبة، يعني الفرق نص ريال ما هي مؤثرة عليك كثير. بينما لو طلع طيبة الآن، فين أهم مقاومات الاستراتيجية؟ متوسط الخمسين، أين يتداول متوسط متوسط المية؟ وعندك سقف القناة، أين يوجد سقف القناة؟ سقف القناة يوجد مع 38 فيبو، عند 38. تخيلوا يا أخوان، هيا شوفوا نحن بنحلل سهم أمامه 20% مكسب، لا عفوا أمامه تقريبا، لا مو من 33 ل 38، هذه تقريبا 5 ريال، قول 15% تقريبا. لو الشمعة الشهرية دي خلاص قربت تخلص، أتخيلوا الآن نرسم شمعة افتراضية، هذه الشمعة الافتراضية لو أرادت أن تذهب إلى سقف القناة، فين حتوصل؟ حتوصل إلى 38 فيه، الهدف ده الاستراتيجي. حلوة ولا ما هي حلوة؟ حلوة، تعتبر جيدة. طيب كيف نتأكد ونحن في رحلتنا القادمة في شهر 8 إنه طيبة رايح لل 38؟ إذا اخترقنا متوسط المية عند 35.5. طيب خلونا نكمل سلطنتنا ونتفرج على أشياء رئيسية تانية، نشوف هل هي تأكد لنا هذه الحسابات اللي نحن حسبناها في الحركة اللي قاعدين نشوفها الآن. نجي لموضوع المسارات الرئيسية. لو أنا ساحب ترند هابط رئيسي من 2006 ومررت من قمة 2014، أنا قدامي لسه، يعني لما أوصل 38 لسه ما زلت قدامي على الترند الكبير مسافة قريبة 43 ريال. شوفوا نظرية 357، يعني لو كتب الله لنا إنه في المستقبل يخترق طيبة 38 عشان يوصل لهذا الترند قريبة 42-43 ريال. طيب هذا ترند رئيسي، هذا ترند عمره كم سنة؟ 15 سنة، ما لنا علاقة في الفترة دي. طيب في واحد تاني من عام 2014 في ترند هنا، خلينا نشوف الآن ماذا يقول هذا الترند. الله أكبر، عرفنا طيبة الآن إيش اللي وقفوا، مع إنه عارفين إحنا إيش اللي وقفوا. اللي وقفوا المية، قام طلع عندنا مو بس المية، طلع عندنا إنه طيبة كان على أعتاب الترند الهابط، اختبروا من عام 2014. يا سلام، معناها أنا لما جيت قلت قبل شوية من أهم العلامات إنه نوصل 38 اختراق متوسط المية، تقدر تقول لا، وتقدر تقول هناك اختراق لمسار هابط مهم من عام 2014، دخلني في مرحلة إني ممكن أدور الترند الرئيسي عند 43 مرورا بمحطة إيش قوية عند 38.
فطلعت الآن هرجة طيبة. بالمختصر المفيد أحبتي، السهم قريب قيعان، قريب مناطق مناورة، ما دام فوق 32.70 من أهم مقاومات الرئيسية 35.5، اختراقها 38. بعدها يا شباب عند 38 ما حيكون السهم سيء ولا نقول انتهت الموجة، ولكن نقول وصل هدف مرحلة انت وحظك، يا يرجع يختبر معاك 35 وبعدين يختبر او يختبر الترند، او يخترق طيبة ويروح سقف القناة وال 38 ويكشف الترند الرئيسي قريب 42 ريال. فلكل حادثة حديث، خلونا نوصل 38 بعدين نشوف الفوليو، نشوف الكميات، نشوف وقتها ايش يبغى يصير. فيا يصير تراجع وانك انت تخفف وترجع تاخذ عند المية، يا انك طبعا بالاختراق ل 38 تضمن ان شاء الله انك متجه نحو 42. وهذا يا اخوان اخر، وهذا اكثر من كده ما نقدر نتكلم في الفترة الحالية. اعتقد انه لو سلطنا الى هنا او لو ركزنا في اهداف طيبة ضمن هذا النطاق ما بين 33 ل 42 اعتقد انه يكفينا، والشارت يدعم او يدعم رؤيتنا دي بعد اختراق ال 35.5 ان شاء الله. احتمال كبير انه نشوف 38 واحتمال كبير نشوف 42 ريال، وبعدها لكل حادثة حديث او لكل حادث حديث، لانه هناك الكلام الكبير، مع انه الكلام الشارت مبينه انه ماذا سيفعل طيبة لو اخترق مستويات الترند الرئيسي وقيده هو مخترق الترند الفرعي. اذا اردنا ان نكحل ايضا الشارت اكثر او نضيف بيانات اكثر تساعدنا، بما اني انا ساحب ترندين وحاط الفيبو الرئيسي من الترند الاول، بامكاني انا احط الترند الفرعي من 2014، لعلي اقرا تفاصيل في الفيبو داخل تفاصيل. فلو جيت سحبت من 2014، هذه الارقام يا اخوان قد تساعدني مضاربيا اثناء حركه السهم. نشوف ماذا اضاف لنا طيبه لما سحبنا الفيبو من 54 الى قاع كورونا 24. هذه 54 وهذه 24. سبحان الله، الله أكبر. كنا نتكلم على إنه متوسط المية هو من أهم المقاومات عشان نروح 38. اكتشفنا بعدين إنه عندنا خط الترند الهابط من 2014 عند 35.50. لما رسمنا الفيبو من عام 2014 طلعت هي منطقة 38 فيبو. شوفوا سبحان الله إيش بيّن لنا بعدين؟ بيّن لنا إنه الخمسين فيبو من 2014 عند 39، فأنا كنت بقول إنه نوصل 38 وطلعت 39 جنبها على سقف القناة حقة الفرعية. طيب كنا نقول إنه يوصلنا 42 الترند وطلعت النسبة الذهبية 42.5، فصار الآن الشارت مكتمل في الأرقام الرئيسية كلها واضحة. وكده أنا عرفت الآن فين واقف طيبة، وعرفت الآن فين مكمن قوة طيبة، وعرفت فين مكمن ضعف طيبة، وعرفت أشياء كتير. ولو تحرك فين المقاومة اللي أنا ممكن أحسب لها حساب، وأقدر ألعب كاستراتيجي ما بين هذه الأرقام حسب تحرك السهم بدون ما يكون شغلي عشوائي. وهذه تعتبر أرقام من عيار ثقيل. السهم يا أخوان ليس سهم مضاربي بصراحة، هو سهم عوائد، سهم استراتيجي استثماري. أنا أنصح اللي يتعاملوا معه أو حبوا يتعاملوا معه أو يستفيدوا من المحفزات القادمة أو فكروا فيه، لأنه من الفرص اللي ما تحركت في السوق منذ تحرك المؤشر من كورونا بشكل كبير. يعني لو نلاحظ أنه 24 ريال قاع كورونا، اليوم قيمته 33، يعني السهم إلى الآن حتى يا دوب جاب 50% فقط، شركات دبلت مرتين وثلاثة، طيبة يعتبر يا دوب طالع
أقل من 50% أو طلع 50% فقط، فما يعتبر من الفرص اللي لو تلاحظوا حتى في الرسم البياني تجدوا أنه هذه الأرقام اللي أنتوا فيها كانت قيعان في عام 2014 و2015. شوفوا طيبة أغلب إغلاقاته كانت كلها فوق 32.70. تعالوا طلوا في الحقبة الزمنية دي، جلس طيبة طفشهم في هذه المنطقة إلين طلع، فين وداهم؟ وداهم 47. فبالله عليك الآن نحن فوق نفس الأرقام دي، شوفوا هنا في المنطقة دي الآن فوق 32.70. نتفائل إن شاء الله إنه تروحوا، ما نبغى نقول 47 الآن، نقول 42 إن شاء الله. نحسبها من هنا تطلع تقريبا بحدود كم؟ 30%. لو واحد مشتري ونايم وينتظر طبعا الأهداف الرئيسية، هل هي قابلة؟ قابلة وبقوة للتحقيق. بس لا تسألني كم المدة الزمنية، ترى في شركات أحيانا تقعد شهر شهرين ثلاثة، وأحيانا لما تتحرك شوفوا الغاز للتصنيع، الغاز للتصنيع جلس شهور وفي شهرين ثلاثة طلع من 30 إلى 43. وهذا الطيبة يا أخوان، وسبحان الله كنت دائما أقارن طيبة والغاز وأقول هذول سهمين معفنين عالم عايشين في عالم تاني، لكن سبحان الله اتفائلنا في الغاز وطلع. وأنا الآن أقول طيبة، كنا نقول الغاز لازم يعدي 33 عشان ندخل في الحفلة، واليوم أنا أقول طيبة لا تستعجل، لازم يعدي 35.5 عشان تشوف الفيلم ده قدامك يتحقق على المدى المتوسط والقريب.